معاكم منا سلامة، والنهاردة هنتكلم على الإليسا تيست. ايه هي أهمية الاختبار، ونبذة عن تاريخ اختراع الإليسا، والفكرة الأساسية والأنواع بتاعة التيست. طيب ايه هي الإليسا؟ هي كلمة اختصار لي انزيم لينكد اميونو زوربنت اسي. طيب ليه الإليسا مهمة؟ عشان الإليسا تعتبر من أشهر الاختبارات المستخدمة لتحديد وجود مولكيولز معينة زي الأنتيجنز والأنتيبوديز والبروتينز والهرمونز، وقياس نسبتهم في سوائل الجسم المختلفة لتشخيص بعض الأمراض ومتابعة البروجريس بتاعها. دلوقتي هناخد نبذة عن الهيستوري بتاعت الإليسا. الموضوع بدأ في سنة 1960 لما العلماء كانوا بيستخدموا طريقة الراديال اميونوسي لقياس نسبة المولكيولز المختلفة في الدم، واللي بيستخدموا فيها راديو ليبل كونجوجيتس، واللي اثبتت مدى خطورتها على الصحه والسلامه. لذلك اتجهت الابحاث في الستينيات للبحث عن طريقه اخرى اكثر امانا، وده من خلال تعديل طريقه الراديو اميونو اسي عن طريق تبديل الراديو اكتيف كونجوجيتس بحاجه نون راديو اكتيف زي الانزيمز. وبالفعل في سنة 1971 استطاع اتنين علماء من سويسرا هما إيفا إنفال وبيتر بيرلمان اختراع طريقة الإليسا، وتم تطبيقها لأول مرة على الأرانب ونجحت نجاح كبير، فاستمر تطويرها واستخدمت بعد ذلك في تشخيص الأمراض المختلفة زي الملاريا والأمراض المعدية سواء بكتيرية وفيروسية أو فطرية وغيرهم من الأمراض، وحاليا تستخدم بشكل واسع في جميع أنحاء العالم. فكرة الإليسا بتعتمد على تكوين أنتيجين أنتيبودي كومبلكس والحصول على نتيجة ملحوظة يمكن قياسها، وده من خلال استخدام أنتيبودي أو أنتيجين كابد ليزلي سيد إنزيمز، وبإضافة السبستريت السبيسيفيك للإنزيمز دي يتم الحصول على كولورد ريزيد واللي بتدي إشارة على كمية الموليكيول اللي احنا بنقيسها. وما إن الأنتيبودي فورين باي الإميون سيستم سبيسيفيك جدا، فده يضمن دقة الاختبار. بالنسبة لأنواع الإليسا فهم أربع أنواع أساسية: الدايركت والإندايركت والكومبتيتيف والساندويتش، وكلهم بيتفقوا في البرنسيبل اللي وضحناه، ولكن مع اختلاف التكنيكس على حسب نوع التارجت اللي بنبحث عنه ومدى الدقة المطلوبة. أول نوع تم اكتشافه هو الدايركت، وأكثرهم بساطة وسرعة، ويستخدم معرفة الأفينيتي بتاعة الأنتيبودي للتارجت بروتين. والنوع الدايركت بيستخدم نوع واحد من الأنتيبوديز وهم البرايمري أنتيبوديز، وعيوبه ارتفاع التكاليف وقلة الدقة. والنوع الثاني هو الاندايركت إليسا، ومطابق للدايركت ولكنه أكثر دقة ومرونة وأقل في التكلفة، ويستخدم للديتكشن بتاع الانتيبوديز أو الانتيجين. ويحتاج النوع ده نوعين من الانتيبوديز، أول نوع هو البرايمري للديتكشن بتاع التارجت بروتين، والتاني هو السكندري وإنزيم لينكد كومبلمنتري للبرايمري انتيبودي. العيب الوحيد هو إمكانية حدوث كروس رياكتيفيتي بين السكندري ديتكشن انتيبودي. أما النوع الثالث فهو الساندويتش إليسا، هو أكثر أنواع دقة وحساسية، واسمه كده لان الانتيجين بيبقى كوتد ما بين البرايمري والسكندري انتيبوديز زي الساندويتش بالظبط، وعيب النوع ده انه بياخد وقت وعالي في التكلفه. والنوع الرابع والاخير هو الكومبتيتيف إليسا، وده بنستخدمه عشان نديتكت انواع من الانتيجينز حجمها صغير جدا. ده عن طريق ديتكشن بتاع البريزنس اوف الانتيبوديز سبيسيفيك للانتيجينز دي. والتست ده بيستخدم اتنين سبيسيفيك انتيبوديز، واحد اوريدي موجود في السيرم بتاع البيشنت لو السامبل بوزيتيف، والتاني انزيم لينكد، ويتم خلط نوعين بتوع الانتيبودي مع الانتيجين ويحصل تنافس بينهم على الرياكشن. كل ما الكالوري تشينج يكون قليل يبقى السامبل بوزيتيف، والعكس صحيح تماما.